لباتكاح اللي قال إيه اللي يري حقيقة الكديري أيا إذا الآن هم صحلان وما غنى هذه ساكة سادرة ديت كرمكي أي تطبيع صدبر الناي شرح اللي قال فاكده من سأل شقده دون قدنو سادرة ديت كرمكي نوفروهي kala fadhiga golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa uu saaka u baaqday kadib markii ay buuxsamay waayeen tiradii xildhibaanada ee kooramkaasi loogu talagalay oo ka kooban 24 xildhibaan waxaana madashaasi fadhiyay 37 mudane xogeyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa halkaasi warbaahinta la wadaagay 20 xildhibaan oo aan fasax ka qaadanin golaha kaas oo golaha baafinayo inta saaka golaha ka maqan ee bila fasax ah walla baatan xildhibaan weeye waxa ugu horeeya Ahmed Jaamac Saalax Maxamed number 2 Ahmed Maxamed Maxamuud Xasan Kaare Ahmed Muuse Jaamac Diiriye Ahmed Yasiin Maxamed Xasan Ducaale Bilaa Cabdi Ducaale Samater Cabdi Kariin Aadan Cumar Dhiirane Cabdi Qani Maxamed Aadan Cali Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed Cawaale Bareeda Cali Jaamac Raale Barre Cali Qaran Guuleed Maxamed Warsame Guuleed Jamaal Aadan Diiriye Ciise Jamaal Cali Aadan Jaah جمعالي أحمد عيسى علم يونس محمد أبيب يوسف جامع محمد عثمان محمد صمت القري محمد جامع الليبان عوالي مبارك موسى إسماعيل حسين نور الدين أحمد ضيب عبد الرحمن حرسي عبد الله حرسي أدواء حسن عمر حسن روبلي قوله وابافينا يا حلبان دلاص قدوم يكو حقين كاللاباد يقولها وكيلة دي سومالنا وشير قدومين يكو لانكاسي أي أشيغين حراركي قران كاللوغو شاقين لها أي ساكا وباقدين كورم لان حلبان دي سوب بحين وايين انتي لوغو تلقلين كورم كاسو وكفرمو شغالي قران كي ساكي نوتا لين قل لين حيك عين سا يا حير يا أشعيني حير وساك عين قدريني لابد وساك وحي وفلي وايين كورو كاسو نوتي حسن واي ان تضبي صد الحلبان لو اكو جوبنا شوية طبنا حراسات كانوا بصحي فسح لكم غيين طبنا ساويدين شاقي حضيا قول ساكا هي فسح قاتين لباتكا حلبان ايه اللي يري حضيا قول ديري ايا اذا الان اما فسح الان اما غنى هذه ساكا سادرا ديت كوروكي ايو تضبي صد الحلبان شن حلبان باكده من سأل شقده دون قدنو سيد راد يذكر قلوب فوهي لما تقع حلبان مغرادينا بلا عضو دارنا وغير قدوة يهدي سيد راد ساكا كور قلوب فوهيو سيد أسر قلوب فسحبيهي محمد فارح بلي تلفشي كسي بيه هرقيسة